بالنسبه للجزء اللي هو في الداليزيد كومبوزيشن، اول مرحله خالص شفنا ان احنا لازم يبقى في عندنا بيوريفايد ووتر. البيوريفايد ووتر ده بيبقى الحقيقه في غايه الصعوبه ان احنا نوصل له الحقيقه. لو احنا بنتكلم على التاب ووتر اللي هو الووتر اللي جاي من الصنبور او جاي من المياه المعدنيه او وات ايفر، تركيز الاملاح فيه الحقيقه عالي جدا جدا جدا. احنا بنتكلم على بالنسبه للووتر تريتمنت يونت، الحاجه اللي احنا نقبلها بالنسبه لجهاز الهيموداليسيس، الميه اللي احنا نقبلها عشان تدخل لجهاز الهيموداليسيس عشان نكون منها الدايليزيت، لازم يكون فيها التركيزات بالشكل اللي احنا شايفينه هنا ده كده. تركيزات مينيموم، حاجات صغيره جدا، تريس اماونتس، يعني بنتكلم على حاجات اولموست اكنها زيرو 0%. فبالتالي لازم يبقى في عندنا طريقه ان احنا نوصل الميه تبقى بالشكل ده. وده الحقيقه بنوصل له، يعني لو احنا ما وصلناهوش اكشلي بيبقى في عندنا مشاكل، بيبقى في عندنا بيسك، لو في عندنا كونتامينيشن مثلا الومنيوم او كالسيوم او كوبر وات ايفر، اي واحده من المواد دي هتلاقي على طول في مشاكل، في امراض ساينز وسيمتومز تبتدي تبقى موجوده عند المريض، يبتدي يحصل حاجات مثلا زي نوجيا، زي الشخص يبقى عايز يرجع، يبقى عاوز يعني يبقى حاسس ان هو مثلا بردان، يبقى حاسس ان هو بعد شويه ممكن مثلا بعض الحاجات، يعني المرضى تحس ان هو بعد ما يعمل الهيموداليسيس كذا مره يبقى عنده انيميا من غير سبب، يعني في بعض الحاجات ممكن تعمل سيجر، بعض الحاجات تبقى في غايه الخطوره اكشن، ممكن يبقى فيها خطوره على حياه المريض. فلازم نوصل الميه تبقى بالكونسنتريشن اللي هو اولموست زيرو بالنسبه لكل الاملاح اللي هي اللي موجوده فيها. ده بيتم الحقيقه عن طريق حاجه، مرحله بنسميها الووتر تريتمنت يونتس، دي عاده بتبقى موجوده في المستشفى مثلا، حاجه سنترال وبناخد منها بعد كده بتودي لل هو الورد بتاع الهيموداليسيس، بحيث انها تبقى تسبلاي كل الاجهزه. فبيبقى فيها كذا مرحله الحقيقه. اول مرحله بنسميها المالتي ميديا فلتر. المالتي ميديا فلتر بتبقى عباره عن مجموعه يعني مواد كده بيسكلي هي هدفها ان هي بنمشي من خلالها الميه، وبيسكلي لو في اي عوالق في الميه، اي مثلا حاجات صدأ مثلا، في عندنا بعض الحاجات مثلا التراب، حاجات اللي زي كده، الحاجات الكبيره شويه اللي موجوده في الميه تقدر تعملها ترابنج وما تطلعش منها. اوكي، فاول مرحله هي زي الفلتر اللي احنا بنستعمله في المنازل، ما هواش مختلف كتير، بس ده مش كافي طبعا. احنا دلوقتي بنتكلم على الحاجات اللي هي يعني كبيره، حجمها كبير. احنا دلوقتي عايزين نتكلم بقى على الليفل بتاع المولكيولز او الليفل بتاع الايونز نفسها. فالحقيقه نلاقي المرحله الثانيه تبتدي تعمل الكلام ده بقى. طبعا في احوال كتيره الماء اللي بيبقى داخل بيبقى ساعات كتير بيبقى ماء عسر، مش ماء العادي اللي هو مثلا بنقدر نستعمله مثلا في البيوت مثلا ويخلي الصابون يشتغل وحاجات زي كده. فلاقت الناس الحقيقه ان يبقى في عندنا يعني مرحله كده ان هو يعمل ووتر سوفتنينج، يعني يزود، يعني بياخد الحاجات المولكيولز اللي زي او الايونز اللي زي الكالسيوم والمغنيزيوم ويريبليس ذم بصوديوم. يعني اي حاجه بتبقى بيسكلي اللي هو بنسميها دبل فالنت ايون، يعني بيبقى في عندنا مثلا كالسيوم بيبقى فيه بلس 2 والمغنيزيوم بيبقى بلس 2، احنا عايزين نعمل حاجه تعمل اكسشينج، يبقى في عندنا مواد كيميائيه تعمل تفاعل بحيث ان هي تريبليس كل واحده من ذرات المغنيزيوم وكل واحده من ذرات الكالسيوم بذره صوديوم، بحيث ان الميه تبقى ما هياش بقت ماء عسر خلاص. اوكي، فدي مرحله الحقيقه ممكن يبقى شكلها ملهاش لازمه، بس اكشوالي بتفرق بعد كده في اخر مرحله اللي هي اهم مرحله، اللي هي مرحله الريفرس اوسموسيس اللي هي بيتشال فيها كل الايونز خالص. لو احنا ما عملناش مرحله الووتر سوفتنج دي بيحصل مشاكل في مرحله الريفرس اوسموسيس، بتلاقي ان في بعض الترسبات تحصل على الممبرين اللي بتستعمله في الريفرس اوسموسيس. فاكشوالي دي واحده من المراحل المهمه انها تكون موجوده في يعني قبل مرحله الريفرس اوسموسيس. المرحله اللي بعد كده بيبقى في عندنا كربون فلترز، دي حقيقه برضو بتستعمل في البيوت، برضو في المنازل ممكن تستعمل برضو في احوال كتيره. بيبقى فيها مرحلتين كربون فلترز، الحقيقه دول هدفهم ان هم برضو يشيلوا بعض المواد اللي موجوده عندنا في اللي هي الميه. والحقيقه برضو دي بيحصل بقى ادزوربشن، يعني بيحصل يعني مثلا حاجه زي الكلورين مثلا، الكلورين ده هو بيستعمل عاده عشان ينقي الميه في محطات المياه مثلا. فميزة الكربون فلتر ان هو بيبقى فيه يعني بنسميه حاجة اسمها اكتف كربون، او يعني نوع من انواع الاكتف كربون، بيبقى عبارة عن كربون معمول بشكل ان هو يكون فيه فجوات، الفجوات دي بتعمل ترابنج لذرات او الموليكيول بتاعت الكلورين. فبالتالي بعد المرحلة دي احنا بنتخلص من الكلورين، وبالتالي برضه لما نيجي على مرحلة الريفرس اوسموسيس اللي هي المرحلة الأخيرة خالص، هنلاقي اكشوالي ان احنا عندنا الموضوع بقى أبسط بكتير.
من غير المراحل دي الحقيقه بيبقى في عندنا الكلورين او الحاجات زي المغنيسيوم والكالسيوم والحاجات دي كلها بتعمل لنا مشاكل في يعني بيحتاج مينتنس كتيره للمرحله بتاعت الريفرس اوسموسيس. الريفرس اوسموسيس بيسك ده بيعمل بريشر بقى على الميه، والبريشر ده بيخلي الميه تبقى اجينست سيرتن يعني ميمبرين او سيرتن فلتر، الفلتر ده ما يسمحش لاي حاجه غير الميه بس انها تعدي، بمعنى ان هي كل الذرات اللي هي الكبيره، طبعا الميه بالمولكيول بتاعها بيبقى صغير جدا لان الهيدروجين بيبقى صغير يعني كمولكيول يعتبر اصغر من الحاجات التانيه، فهو بيسكلي ما بيسمحش لبقيه المولكيولز انها تعدي، بقيه المواد الاخرى الايونز التانيه ما بتعديش. فبالتالي بعد مرحله الريفرس اوسموسيس انا فعلا بقى عندي بيوريفايد ووتر، ووتر من غير املاح تقريبا خالص، او لو كان في املاح هتبقى تريس اماونتس، يعني بمعنى كميات ضئيله جدا جدا جدا.